يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحلكت مال اللبدا أيحسب أن أحد الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أحلده ومن شر النفاثات في اللقد وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا لترون الجحيم ولترونها عين اليقين ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا بالوديعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية إله الناس سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس أحداثا ليروا أعمالهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فما أدراك ما ليلة القدر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين الذي أنكل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وإذا القبور بعثرت مت نفس ما قدمت وأخرت ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كأسف مأكول تنبعها زادفة تتبعها الرادفة ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
ما شاء الله ما شاء الله നല്ല വലിയ കൈയടി തന്നെ കൊടുക്കാം ചെറിയ പിഞ്ചു പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഓതിയതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഓതിത്തുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ ഖിറാഅത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ